صدور الموافقة الكريمة على إقامة المسابقة الدولية في كتابة المصحف الشريف. مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم مركز الإقامة المميزة. مجلس الوزراء اعتماد منصة وزارة الخارجية للتأشيرات لتكون المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات. البيئة تفوز بجائزة الجهة الحكومية الأفضل عالمياً في قطاع المياه لعام 2021. سلة طائف الورد تكسر الرقم السنغافوري القياسي في جينيس بأكثر من 84 ألف وردة. وزير الصناعة والثروة المعدنية: نستهدف صناعة 300 ألف سيارة في السعودية سنوياً بحلول 2030. وزارة التعليم تعلن عن التقويم الدراسي لعام 1444 للتعليم العام والجامعي والتدريب التقني. صندوق التنمية الصناعية السعودي يطلق هاكاثون الصناعة. وزارة الاستثمار تعلن عن البدء ببناء مصنع لوسيد المتقدم في المملكة. طلاب وطالبات المملكة يحققون 10 جوائز في أولمبياد آسيا والباسفيك للرياضيات 2022. المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يعود إلى أرض الوطن بعد تحقيق 22 جائزة في آيصف 2022. لدينا عقليات سعودية مبهرة ورائعة جدا ومشرفة، خاصة في جيل الشباب، طاقة قوية، شجاعة، ثقافة عالية. حافرين اسمك بسط قلوبنا، حظ عين الحر هايم في سماك، ولا نزل على الأرض، أرضك موطنا، أرضك موطنا، أرضك موطنا، عاشق